أهلا بكم. فيروس كورونا العنوان الأول والحدث الأضخم الذي هز العالم في 2020. تبوأ صدارة الملفات من دون أدنى منازع، أربك العالم وشغل دولا بأسرها، دخل كل مكان فترك انعكاسات صحية واقتصادية واجتماعية جمة دون أن تنجو من تداعياته أي دولة في العالم. تاريخ مسار كورونا خلال 2020 كانت مليئة ومفعمة بالأحداث التي انهالت تباعاً. سنبدأ من شهر يناير الذي كان غنياً بأحداثه، وفيه انطلقت شرارة الفيروس الأولى. ففي 11 من شهر يناير، وتحديداً من موطن انطلاق الفيروس في الصين، أبلغت بكين هذا اليوم عن أول وفاة في ووهان، وحينها لم تتوافر معلومات واضحة وتفاصيل عن هذا الفيروس. وبدأ منذ ذاك اليوم عداد الوفيات بالتزايد في ووهان، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاحتوائه. الفيروس أثار قلق السلطات الصينية التي بدأت تضع قوانين للسيطرة عليه. ففي الشهر ذاته، وتحديداً في آخر يوم منه، أي تاريخ 31 من يناير، تم فرض حظر السفر بشكل تام على مقاطعة ووهان. وبدأت منذ ذلك الحين السلطات الصينية بإغلاق الحدود، فيما وضع المقيمون في إقليم ووهان أو في إقليم هوباي في منطقة ووهان الذي يزيد عددهم على 50 مليوناً في الحجر الصحي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن أستاذ الربو والمناعة في كلية الطب في جامعة جورج تاون، البروفيسور طلال نصولي. أهلا بك بروفيسور طلال. أبدأ معكم بقضية توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة التي انطلقت اليوم، كيف تسير عملية التوزيع وهل هناك أي عقبات؟ إيه مرحبا، شكرا على لا أكيد عملية التوزيع عملية عم بيجربوا يعملوها بطريقة أسرع شيء ممكن وبطريقة منظومة، لأنه بتعرف في الفاكسين خصوصا تبع فايزر بده يكون على موجود بحرارة معينة. يعني وقت نشوف الفاكسينز اللي عنا حتى هو عم يتوزع بده يكون مثلا الموديرنا لازم يكون ناقص 20 درجة مئوية، البايونتيك فايزر بده يكون ناقص 90 درجة مئوية لحتى يوصل على المستوصف ويوصل على المستشفى وعلى محلات المحل الأطباء عم بيعطوا الفاكسين. بقى عم بيجربوا هلا أسرع شيء ممكن، عم بيستعملوا اليو بي اس وفيدرال إكسبرس، كل الباصات والكاميونات هذه تعمل توزيع. عم بيصير توزيع هلا للمستشفيات، الناس اللي بيشتغلوا بعناية الفائقة، الأطباء والنرسات والممرضات وكذا، وبعدين كمان الناس اللي بيشتغلوا في الإمرجنسي روم، محل العناية السريعة، وبعدين بقى الأطباء اللي كمان متعرضين على هالأمور هذه. بهذه أكيد بتاخد وقت، بس في عم نحكي على
على 200 200 الف 400 الف 500 الف نص مليون 3 ارباع مليون لقاح انعطى بسرعه جدا، يعني في هجوم كامل على هالامور هذه. طيب بروفيسور ناصور، لماذا لم يتم اعتماد اللقاح؟ يعني ذكرت بأن اللقاحين يتم توزيعهما الآن، لماذا لم يتم اعتماد اللقاح الأسهل لوجستيا وتم توزيع أيضا اللقاح الذي يتطلب درجة حرارة منخفضة 90 درجة مئوية؟ مظبوط، لأنه الجواب سهل جدا، لأنه بالولايات المتحدة ما بنطلع على الشيء السهل، نطلع على الشيء اللي هو أمين والشيء اللي هو سليم والشيء اللي هو فعال. الشيء اللي عمله فايزر، خلصت شوي ابكر منهم، قدمت اوراقها، اوراق الاعتماد لاداره الاغذيه والعقاقير، تبعت لي كيف مشينا فيها. بامريكا قانون كثير ستريكت بطريقه غريبه الشكل، ما في شيء، ما بدنا نقطع ولا مرحله اطلاقا. عملوا المرحله الاولى الثانيه الثالثه، خلصوا المرحله الثالثه بالاختبارات تشوفوا سلام الفاكسين، تشوفوا اذا فعال الفاكسين، اذا عم يعمل مش بس اجسام مضاده. انتبهي، في كمبانيز عملوا اختبارات تفرجوا اجسام مضاده بس ما بيكفي، بده يكون كمان فعال. معناتها اذا اخذنا هالجماعه اللي اعطينيهم الفاكسين، اعطينيهم اللقاح، مضبوط ولا لا؟ واخذنا الناس اللي اعطينيهم اللقاح الوهمي وعرضناهم، كبينا عليهم الفيروس، اعتبريها هيك، بدنا نشوف مضبوط انه هذول ما بيلقطوه، مش انه بس عندهم اجسام مضاده، ما بيكفي. انا اختصاصي بالمناعه بالفاكسين. بقى الشيء اللي صار، الموديرنا والفايزر 95% من الناس ما صار معهم كورونا فايروس كوفيد 19، بعت لي كيف؟ يعني عندك 100 شخص بتعطيهم فاكسين، 95 ما بيصير معهم، 5% بيصير معهم. انتبهت شو؟ بقى بيصير معهم ال 5% بيصير معهم بس اضعاف خفيفه، مش اضعاف قويه جدا. انتبهت شو؟ هلا طيب السؤال اللي بيشرح لو تحدثنا عن اللوجستيات اليوم، هل هناك يعني من يراقب طريقة التوزيع، مثلا مندوبين من منظمة الصحة العالمية يعني مثلا لأخذ مثال الولايات المتحدة لتكون فيما بعد، فيما لو كان النموذج ناجحا، مثال يحتذى به في الدول الأخرى؟ إيه، ما في شك للمؤسسة الصحة العالمية ممتازة هي، بس نحن بامريكا ما كثير اصحاب معهم. تقول لك الحقيقه من الاول، من البدايه نحن بدنا نعرف، المشاهدين الاعزاء شكرا انه عم يتفرجوا علينا، لحالكم شغله هيني، هذا الفيروس العجيب الشيطاني اللي اذى الدنيا كلها، بدانا بشخص واحد، بدا بشخص واحد، بعد يا ستنا بعد 8 9 اشهر، قد ايه هلا عنا، انتم بتعرفوا اكثر مني بالاخبار، عنا 80 مليون شخص مضروبين من كورونا فيروس وتقريبا 2 مليون وفيات، هذه ب 8 اشهر، بدا بشخص واحد بس. تبعت لي كيف؟ يعني نحن من الاول لو نعرف انه هذا بيأذي، لو نعرف انه هذا بيعدي من محل لمحل، والصين قالت على شهر شهر ونص انه هذا لا نوت كونتيجيوس وصعب يتنقل وما بيتوصل، وكمان المؤسسه الصحه العالميه قالت كمان اي دونت ثينك از فيري كونتيجيوس. تبعت لي كيف؟ هذه اخرت، راحوا جماعه من الصين اجوا على ايطاليا، مساكين الطليان اكلوها، من ايطاليا حملتون اجوا على نيويورك، كان وقتها في الموديلينج والثياب وكذا ما بعرف شو، تيشوفوا البزنس، وانضربت نيويورك وانضربت ايطاليا يا حرام بطريقه غريبه الشكل، وتوزع بقت الامور كلها. بقى نحن ما كثير متفقين معه، انا من الاول انا عم بحكي مش كأنا لا سياسي ولا شيء، عم بحكي الشيء اللي عم شوفه انا طبيا. هلا كمان مثلا في دواء اسمه ريمديسيفير عم نستعمله بامريكا، واستعملناه عن عده ناس بالمستشفى، وفي ناس ما استعملونا عليه هون لانه ما كان موجود، وهذول ما مشي حالهم مضبوط. استعملنا ريمديسيفير على الناس بالمستشفى، تحسنوا وصار تحسن وظهروا. بيقول لك المؤسسه الصحه العالميه انه هذا ما لازم يعطوه لحدا، لانه هن خايفين ان الفلوس تكلف فلوس. انتبهت لي كيف؟ بقى في امور هيك. هلا اكيد لازم، رجعت على سؤالك تبعك، كيف رح يتوزع الفاكسين؟ هلا المشاهدين الاعزاء بكل بلدان العالم عم يتفرجوا على البروجرام تبعك الممتاز، انه هل حيوصل لي اني، رح يوصل لي على اولادي، رح يوصل لي على امي، على بيي. انا بعتقد ايه، انه في مؤسسه اسمها كوفاكس، سي او في اي اكس، هذه مؤسسه عم تحكي مع كل الشركات اللي عم يعملوا اللقاحات تتوزع للبلدان اللي مضروبه اكثر شيء، معناتها انفكتيفيتي ريت عالي، معناتها عم بيصير في الفيروس عم يروح من شخص لشخص وعم بيصير في كوارث كبيره. فهذه بدهم هم يوزعوها بطريقه مضبوطه. هلا الناس بيقول لك طب ليه بس امريكا عم بيوصلها الفاكسين؟ ما لحالكم، نحن بامريكا ما في كفايه لنا. انا طبيب وبشوف بيشنز معهم كورونا ومخصص بالحساسيه،
والمناعه وبروح على المستشفى وعندي مستشفين طبي ما وصل الفاكسين. اتصلت طيب. معهم قالوا لي جاي دورك بروفيسور طلال بس مش عارفين وين بقى اذا طيب. ما في لامريكا بروفيسور طلال نعم يعني سؤال أخير، اليوم يحكى عن سلالة جديدة من هذا الفيروس، هل هي أقل فتكا من سابقتها؟ لا، السلالة الجديدة هذه سلالة الأمور عم تتدهور. يعني هذا الفيروس اللي معمول بطريقة، يعني هذا الفيروس معمول بطريقة يخلص العالم كله. تقول لك الحقيقة أنا ما بدي خوف العالم، نحن بدنا نخلص منه ولا نخلص من الـ من الـ من الـ الفيروس، بس بدنا نمشي على نصايح الشيء اللي عم الارشادات المضبوطه من السي دي سي، وهلا رجعنا على المؤسسه الصحه العالميه. انا ما عندي ضد شيء ابدا، عملوا الدبليو اتش او اشغال منيحه بالاتش اي في بالايدز وبالملاريا وكذا وكذا، بس بدنا نرجع عليهم هذول. التغيير اللي صار واحد بينعدي بالكورونا فيروس اسهل، ما هو اوريدي سهل، اذا واحد طلع فيه وقعد هيك بلقط الكورونا فيروس منه، هلا ما بده يطلع بيكون قاعد عم بيكتب هو عم يتنفس عادي بلقط الكورونا فيروس منه. والمشكله اللي حقول انا للاعزاء المشاهدين، المشكله الكبيره هيدي اهم شيء من كل البروجرام، سوري تقول لك انا من كل حكي انا، العالم عم تنعدي ناس صحتهم ممتازه، 90% من الناس عم بينعدوا. بيجي لعندي مريض بيقول لي انا بحياتي ما شفت واحد مريض، ولا حدا عم بيسحل، ولا حدا مرشح، تبعت لي كيف؟ رحنا مع 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 مع, مع خيي كان عم بيعمل رياضه وركض شيء 10 كيلومتر، تعشينا معهم، كان هو وقت الحضانة ما في عوارض والعالم معناتها أي شخص منشوفه معقول يكون عنده الكورونا فيروس وعم بيعدي وما فينا نطلع من يعني ليس فقط في وقت الحضانة، ليس فقط في وقت عذرا العوارض، وإنما يمكن أن يعدي أيضا في وقت الحضانة. شكرا جزيلا لك أستاذ الربو والمناعة في كلية الطب في جامعة جورج تاون البروفيسور طلال نصولي، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك.